أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان أحزنوا في هذه الدنيا
والذين
فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يزيد فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك للسرى لأولي الألباب ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض فسلك
يهدي به من يشاء
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها كتابا متشابها الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم صدق الله العظيم.